في قوله تعالى على هذا القرآن، لأنه عمر كان مذهبه هنا كتاب الله، نقول له القرآن قال في آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. القرآن هذا الذي أنت تقول حسبنا كتاب الله منه أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى القرآن لوحده يا عمر يا ابن الخطاب أنت وأتباعك ما ينفعش، لأن فيه آيات غير محكمة متشابهة، لابد أن نرجع إلى الراسخين في العلم اللي هم يعرفوها، اللي هما علي مع القرآن والقرآن مع علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، عشان ما نضلش يا عمر. فأتباع عمر اسمعوني لو سمحتم،